جينا المعرض باش نستكشفوا كيفاش داير الاحوال وكيفاش يدخلوا كيفاش يكونوا الناس في المعرض وباش نشريوا كتب جداد وانواع يعني تاريخيه من اي حاجه سيره ذاتيه الغاز اسئله يعني ضروري ما كنجيو خصنا يعني الناس كيشريوا قصص وكيتلاقاو مع فنانين وبزاف ديال الاشخاص. اليوم جينا تنستكشفوا هذا معرض الكتاب حقاش باش ناخذوا شي قصص حقاش شي عجبنا وبغينا نستافدوا منه حنا. ما جينا مع مؤسسة أرض السلام. قلت لماما وبابا انه نجي لمعرض الكتاب هما عجبهم الحال وقالوا لي جيبي شي حاجه تكون مزيانه وباش تقرايها. المعرض نشري الكتب باش ننمي الرصيد اللغوي تاريخ كنهتم بالتاريخ باش نعرف التاريخ ديال المغرب الجذور ديالنا الفضاءات هما مارفل دار نشر مركز الادب العربي مشكل المندوبيه العامه القدماء المحاربين. خديت توهج البنفسج الاجزاء بجوجهم ديال اسامه مسلم والضحايا لا ينتقمون ديال مصطفى الحمداوي. فاش قلت لبابا وماما غنجي لمعرض الكتاب فرحوا قال لي مزيان قال لي انت اصلا كيعجبك المطالعه هذاك الفضاء فضاء زوين على ود الاطفال كلهم اللي كيحبوا المطالعه. اليوم انا جيت لمعرض الكتاب حيت ديما كنت كنحلم بانني نجي ليه واليوم جيت ليه وكيعجبني اصلا انا كتعجبني المطالعه وكتعجبني نقرا الكتب واليوم شريت واحد القصه ديال قصه الايام طه حسين وشريت واحد الكتيبات لاختي الصغيره. انا مش نبقى شي كتاب اللي نقدر نقراه في المستقبل وعجبني بزاف هذا المعرض من ناحيه حيت كاينين شي ناس ظريفين اللي كيعطيونا شحال من حاجه وشحال من حاجه.